مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا بكل من يتابع برنامج يا هلا. نبدأ حلقتنا بموضوع كنا قد تابعناه من بدايته في برنامج يا هلا، وتحدثنا بخبر حصري كان في متابعتنا لهذا الموضوع في بداياته، اللي هو المقطع اللي انتشر حول امرأة اتهمت بالسحر، وتحدثنا مع زميلي مفرح الشقيقي عن انه تم القبض على من قام بتصوير هذا المقطع، ويعني كان الاتهام بانها تمتلك اوراق تحتوي على طلاسم سحرية. شرطة الرياض قامت بعد ذلك بمتابعة القضية، والتي على اثرها كما ذكرنا تم القبض على مصور المقطع وكذلك إخلاء سبيل المرأة المتهمة. تفاصيل كالعادة يا هلا يتابع ويمارس دوره في الصحافة الاستقصائية. تابعنا الموضوع، وصلنا لتفاصيل سنعلن عنها إن شاء الله في الحلقة، وجزء منها ستتحدث عنها تلك المرأة التي اتهمت وانتشر المقطع، والكل بنى بناء أحكاما بناء على ما رآه في ذاك المقطع. لكن ما الذي وراء هذا المقطع المتداول؟ قصة هذه المرأة وما بعد هذا الاتهام، نتابع جزءا منها في ثنايا هذا التقرير اللي عده الزميل النشط المبدع عبد المحسن التميمي. اطلع على الرجال خلاص انا اطلعي خلفتك ولادك، الله ابعدي ابعدي، هذه صورتها واخري ابعدي ابعدي، سحر هذا كفر ابعدي، لا تلمسيني. بهذه الكلمات حاولت هذه المرأة مرارا ايقاف تصويرها والتشهير بها لشرح ملابسات هذا الموضوع، ولكن هناك من أصر على تصويرها والتشهير بها دون التحقق أو اللجوء للجهات المعنية. غدير، والتي انتشر مقطع لها في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ساحرة الرياض، ولأن الصورة لم تكن كاملة للجميع أبى فريق برنامج يا هلا إلا أن يستقصي الحقيقة كاملة للمشاهد. هذه السيدة أمام كاميرا يا هلا تشرح في لقاء حصري ملابسات هذه القضية. تقريبا من أسبوع هيك رحت على المكتبة بدي أطبع أوراق من اليو اس بي. أنا شخصيا ما بعرف إيش اللي فيها، كنت يعني فجأة بلاقي، وكنت بنتظر يعني إنه يجيب لي الورق، فجأة بلاقي صاحب المكتبة قاعد بيهاجمني، وكان في واحد واقف معه بهاجمني انه انت بتصوري طلاسم وبتصوري سحر وانت مشعوذه، وصار يسيء لي بالكلام جدا. يعني انا صرت يعني كانت رده فعلي انه رده فعل واحده مذعوره ايش اللي عم بيصير معاها، واللي عم بيصير شبه يعني فضيحه عالميه، وهذا اللي صار. وكثير الناس اساءوا الظن ساءوا الحكم في من غير ما يعرفوا، من بعد كم ساعة يعني من غير ما يعرفوا إيش الموجود، إيش اللي صار، إيش اللي ما صار، أنا إيش. يعني مؤثر علي أنا شخصيا من جميع النواحي، من جميع النواحي النفسية والجسدية والعائلية والاجتماعية وكل شيء. يعني متضررة بشكل انه بكفي اني معروفة على تقريبا من اقصى الشرق لاقصى الغرب. لما شفت انا حوالي هيك التجمهر العالم، انتو شفتوا مقطع صغير على فكرة من اللي صار، قديش اثر علي من الداخل، اثر علي بكل مجرى حياتي من يوم ما انخلقت لليوم. هذا البني آدم أثر على أولادي اللي الناس بتشهد بنزاهتهم وأدبهم. متأثرة جدا إنه الإشي مس بيتي، مس جوزي، مس أولادي، متأثرة جدا إنه الإشي مسني، مس عائلتي كتير. يعني بضلني أفكر 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 اللي صار معي. يا رب والله اسمع
الله ونعم الوكيل، بس حسبي الله ونعم الوكيل. بعد هذه الحادثة غدير لم تستطع النوم أو الراحة، والآن تعاني من تدهور حالتها النفسية والاجتماعية هي وأسرتها بعد تشويه سمعتها. حالة غدير الآن هي نتيجة ما تعرضت له من اتهام وسوء ظن وإطلاق الأحكام دون سابق تأكد. عبد المحسن التميمي لبرنامج يا هلا الرياض. تابعنا طبعا، حرصنا كانت تتواجد معنا، لكن الأثر النفسي الكبير اللي ترك لها أو يعني في داخلها بسبب ما حدث ربما حال بين أن تكون معنا في الاستوديو، ولكنها تجاوبت معنا وسمحت لنا حتى مع أسرتها الكريمة بأن نقوم بتصوير هذا التقرير وأن تنقل صوتها وحجم الضرر الكبير الذي جاءها بسبب مصور صورها بتهمة أصدر من خلالها هو الحكم، وما بقي إلا أن ينفذ العقاب بتلك الطريقة التي انتشر من خلالها ذاك المقطع. كان عندنا حديث كبير بنحكيه في الموضوع، لكن خليني أستغل تواجد الأستاذ محمد الوهيبي المستشار القانوني معنا في الاستوديو للحديث عن جوانب قانونية تتعلق بما حدث. محمد مساك الله بالخير، شكرا لتواجدك معنا. مساك الله بالنور ومساء الله السادة المشاهدين بالخير. الله يحييك. خلينا أبدأ معك، طبيعة الخطأ اللي اقترفه المصور، التهم التي قد توجه إليه، احنا نعرف أنه تم القبض عليه من قبل السلطات الأمنية والآن في طور التحقيق. غدير التي اتهمت هي وكذلك صديقة لها خرجوا بعد ما تم التحقيق معهم، واتضح أنه لم يكن هناك شيء من السحر في كل ما تم ادعائه. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا ما حدث هو كارثة يعني اجتماعية بكل المقاييس، يعني أنه أنا أقوم بتصوير شخص ونشر هذا المقطع، مع العلم أنه إحنا عندنا يعني وزارة الداخلية مشكورة قامت بتوفير كافة السبل لتقديم البلاغات، أبليكيشن كلنا أمن، اتصل على الدوريات الأمنية، تواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ألف حل وحل وبديل. لكن أنني أقوم بالتعرض لشخص سواء كان الشخص مذنب أو غير مذنب، الكلام هنا ليس لجهات التحقيق وليس للأشخاص وليس للمجتمع، بل هو للقضاء. جهات التحقيق عندنا عندما يعني يصلها مقطع فيديو مثل هذا تقوم باستدعاء الشخص وأخذ إفادته وليس توجيه الاتهام له مباشرة، لأن يعني مثل ما ذكرت السيدة قبل قليل في المقطع المعروض، ذكرت أنه هذا المقطع اللي نشر هذا جزء بسيط من اللي حدث، أنه كان في تجمهر وكان في ضغط وكان إلى آخره. طيب الآن الشخص اللي قام بتصوير المقطع كان يعلم يقينا أنه في كاميرات في الموقع، طب ليش أنا أتعمد أني أصور وأطلع وجه المرأة وقرب الصورة وأصور السيارة بهذا الشكل وأنشر المقطع؟ الشخص إحنا لا نفترض فيه سوء النية، لأنه يعني إحنا شريعتنا الإسلامية والأنظمة في المملكة العربية السعودية أعطتنا أنه إحنا دائما يجب أنه الأصل في الإنسان براءة الذمة، لكن مع الأسف الشخص هذا افترض سوء الذمة أو سوء النية في هذه المرأة قبل حتى ما يعلم ما هو وبنى الشخص. عليها حكما، يعني هو خلاص أطلق توما حكم بالضبط، وانت أن هذه ما تمارسه هذه ساحرة. بالضبط. طبعا موضوع الدخول في السحر وما السحر، يعني هذا أنت قاعد تكفر امرأة مسلمة موحدة بالله عز وجل، مواطنة لها حقوقها، يعني كيف أنه أنا أوجه التهمة بالشكل هذا، أو كيف أني أنا أتهم امرأة ربة أسرة ولديها أطفال ولديها يعني مجتمع محيط بها وأنه أأثر عليها بالشكل هذا بهذه السهولة، يعني شيء لا يقبله لا عقل ولا دين. المجتمع عندنا تفاعل مع المقطع، نعم إحنا مجتمعنا عاطفي، ولكن مش بهذا الشكل أو مش بهذا الحجم، أنه يتم تجييش الرأي العام وأنه يتم الاتهام، وكثير من الأشخاص قاموا باستغلال هذه الواقعة لأمور شخصية. كيف لأمور شخصية؟ لأمور شخصية، يعني شخص مثلا يبغى يعني يتهجم على الدين، فقام أنه يعني يستهزأ أنه شوفوا والله الشخص يقول أنه اختفى الكلام، وما اختفى الكلام هذا كلام بعض أهل الدين المتشددين وكذا. الفريق الآخر أيضا بدأ يتهجم أنه شوفوا مثلا الأجانب أو كذا، المرأة سعودية قد تكون لهجتها أو كذا بسبب بيئتها بسبب تربيتها، لكن هي المرأة فعليا سعودية. هل أصبح الآن عندنا توجيه الاتهام حسب الجنسية؟
هل أصبح توجيه الاتهام حسب والله أنا من القبيلة الفلانية أو من القبيلة الفلانية؟ جميعنا وبلا استثناء نؤمن ونوقن ومتأكدين من عدالة ومن نزاهة جهات التحقيق، والأهم من ذلك الجهات القضائية الموجودة لدينا. ليش ما يعني نجعل النظام يأخذ مجرى؟ المرأة هذه لو كان عليها شبهة، أنا تواجدي ليس للدفاع عن المرأة أو حتى إدانة هذه المرأة، إحنا كقانونيين لدينا معطيات، المعطيات هذه تعطينا مؤشرات. جريمة السحر أو الشعوذة هي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بموجب قرار وزير الداخلية رقم 2000. يعني لا يمكن أنه يتم إطلاق سراح هذه المرأة لو وجود شبهة في جريمة سحر أو شعوذة. إطلاق سراحها بالكفالة من وجهة نظر القانونية أنه لا توجد حتى شبهة في أو ما تدان به يعني فعليا. بالضبط. فهذه معطيات تعطينا الجانب الإيجابي، لكن أنه يتم إثارة الموضوع أنه هناك علاقات أو هناك وساطات أو أنه كذا، هل وصل فينا الحال أنه إحنا نشكك في نزاهة جهات التحقيق والجهات القضائية؟ طيب أنا بكمل معاك، بس شباب أبيكم تجهزون الله عافيكم بعد شوي المقطع الأخير لما سألها وش أثر عليها هذا المقطع لما انتشر، والاتهامات الناس اللي أصدروها عليها وحكموا عليها، وكأنهم هم كل من تابع المقطع ما في مجال التثبت، خلاص رجع قال ساحر، احنا ساحر يا جماعة، في دولة قانون، احنا دولة قانون، يعني ليس من حق هذا الرجل ولا من غيره أن يصور الناس ويفضحهم ويلقي التهم جزافة من غير بينة. يعني عندنا جهة قضائية وعندنا جهة تنفيذية وتشريعية، يا أخي عندنا دولة قانون، لو كان فعلا في مشكلة في الأمر بإمكانك تتواصل مباشرة مع الجهات الأمنية. هذا المقطع، وأنا أشك أنه في اللي صور، هي صورت هذه المقاطع، صورت هذه الأوراق وهذه المستندات اللي فيها طلاسم، وحنا نشك أنه سحر. يا أخي تواصل مع الجهات الأمنية، تروح تصور بنت الناس وتتحدث بتلك الطريقة وتجعلها أمام الناس وتهينها، وينتشر المقطع ويتم تداوله بهذا الشكل وبهذه الطريقة، ونلقي الأحكام جزافا على أناس بهذا الشكل. يا أخي أنت ما دمرت امرأة، أنت دمرت أسرة بأكملها، والنظام لن يحميك، لا أنت ولا غيرك، النظام لا يحمي المغفلين أيا كانوا، الجهل بالنظام لا يحمينا جميعا. هناك نظام دولة، جهات أمنية معنية بالضبط، معنية، لو كنت فعلا الأمر، يمكن غيرة دينية، كلنا نحب الدين وكلنا نغار على الدين وفينا الخير الحمد لله، لكن نلقي الحكم بهذا الشكل وندمر وننسف، يعني أوسا خلينا نشوف المقطع إيش قالت. أثر علي بكل مجرى حياتي، من يوم ما انخلقت لليوم هذا البني آدم أثر علي، أثر علي، أثر على أولادي اللي الناس بتشهد بنزاهتهم وأدبهم، متأثرة جدا إنه الإشي مس بيتي، مس جوزي، مس أولادي، متأثرة جدا إنه الإشي مسني، مس عائلتي كثير. يعني نكتفي بهذا، ختمت بالدموع وبالتحسب على من قام بنشر هذا المقطع ويعني بالتشهير بها بهذه الشكل. العقوبات اللي يمكن قد تنال من قام بهذا الفعل؟ طيب هو في عقوبتين، في عقوبة للشخص اللي يقوم بالإنتاج اللي هو يعني يقوم بالتصوير وبالنشر، هذه نص عليها نظام الجرائم المعلوماتية أو مكافحة الجريمة المعلوماتية بالعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة 3 مليون ريال. أما هناك عقوبة أخرى لكل من يسيء للشخص، يعني من سب، من اتهامات باطلة، من إساءة لأسرته، من إساءة له، من توجيه اتهامات أنه والله هذه المرأة ساحرة أو هذه المرأة مشعوذة، العقوبة هنا تصل إلى 1 سنة وغرامة 500,000 ريال. كثير من الناس تجي تقول لك يا أخي ليش العقوبات مغلظة بالشكل هذا؟ لأنه هذه تمس أعراض ناس، الدولة لم تقم بتغليظ العقوبة إلا لأنها موقنة ومؤمنة ومتأكدة من أن يجب أن يكون هناك عقوبة رادعة لكل من يمس كرامة الإنسان وكل من يمس خلق الإنسان وعرض الإنسان، فما بالك باللي يمس دين الإنسان. يعني أنا بس عندي ملاحظة بسيطة أخيرة، الآن الواحد لو معاه ورقة مثلا فيها كلام بالصيني أو شيء والله يخاف يروح فيها مكان، يقول لك طلاسم، والشخص كيف عرف أنها طلاسم إلا إذا كان بالفعل قبل كذا قد شاف طلاسم.
كل شيء وارد. ثقتنا بالجهات الأمنية واللي تقوم بدور التحقيق إن شاء الله كبيرة. هذا من والإعلان والإعلان إن شاء الله، وإن شاء الله الإعلان قريب إن شاء الله ما يطول على نتائجه يعني البحث. هذا الأمر معليش ترى يتعلق بسمعة أسرة بأعراض الناس، فبالتالي يعني أتمنى إن شاء الله أن يكون عن قريب بإذن الله إعلان نتائج التحقيق. شكرا لك المستشار القانوني محمد الوهيبي. يعني هذا 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 كل ما في القضية. حرصنا في مع فريق عمل البرنامج الله يعطيهم ألف عافية أن نتقصى الحقيقة ابتداء والآن نتحدث، وهي يعني من خلال استضافتنا لتلك المرأة اللي اتهمت بالسحر. يمكن الصدمة الكبيرة خلنا تكون صريحين انتشار الجهل الواسع بدولة القانون. أنا أتوقع نحن أمام جهل عميق بدولة القانون بسلطتها التشريعية التنفيذية وكذلك القضائية. ليس من حق الإنسان أن يتهم الناس ويطلق عليهم الأحكام ولم يبقى إلا أن ينفذ العقوبة. هذه إشكالية من يصور المقاطع ويتهم الناس. هناك جهات أمنية، تطبيق كلنا أمن. إذا كنت مصلح وفعلا تريد أن تكون رجل الأمن الأول ومع الدولة، صور المقطع وعطوا الجهات الأمنية، وهم اللي بيتحققون، مو بأنت تلقي الأحكام على منظر شفته قدامك أيا كان هذا المنظر. الأمر الثاني، مشكلة أن تكون أعراض الناس والحديث عنها بهذا الشكل في وسائل التواصل الاجتماعي. يا جماعة حطوا أنفسكم، تخيل أن هذه المرأة قريبة لك وخرجت لها أو خرج هذا المقطع وانتشر انتشار واسع، حجم الضرر على الأسرة كلها وش بيكون؟ يا أخي خافوا على أعراض الناس. نحن للأسف صرنا نعشق الفضيحة من غير التروي ومن غير التثبت، وصرنا أبتكلم باللغة العامية الدارجة في تويتر ندرعم أي شيء ينتشر المقطع خلاص أطلقنا الأحكام. يا جماعة احنا في دولة قانون فيها سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية تنفذ كل شيء، وصار بعض الناس هوايته أن يصور لأجل أن ينتشر ويعرف ويصير هو يعني قام بعمل بطولي. لا والله، هذا اللي صور المقطع الآن الجهات الأمنية ستحاسبه لأنه كان جاهل يعني بالأمر وطريقة تعامله مع هذه المرأة المسكينة اللي كانت بهذا الشكل وبهذه الصورة. الله يكون بعونها وبأسرتها وحنا معهم، وأتوقع كلنا كمجتمع يجب أن نكون مع كل مظلوم يساء لسمعته بسبب ظنون أو أحكام تطلق من إنسان لم يتثبت. ومن يتثبت ليس أنت ولا غيرك، من يتثبت هي الدولة من خلال سلطاتنا الأمنية وكذلك القضائية. حديث كبير حول الموضوع وأنا مضيق صدري من زمان، يمكن هذا هو مرة تحدث عنه في البرنامج، لكن أتمنى إن شاء الله أن يكون درسا لنا في أن نتثبت قبل أن نلقي التهم جزافا على الناس وننهش أعراضهم. فاصل ونعود.